الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. راح نحكي اليوم في موضوع الخرائط الذهنية. بحب قبل ما نبدأ أعرفكم بنفسي. أنا محمد عبد المطلب دهمان، بكالوريوس إدارة أعمال علوم مالية ومصرفية، مدرب في مجال الخرائط الذهنية، طبعا أقيم في دولة فلسطين في مدينة غزة. راح أحكي خلال هذا العرض عن مفهوم الخرائط الذهنية وكيف بإمكان أي منا يرسم هذه الخرائط ويستفيد منها في حياته العملية. فدعونا ننطلق. أول شيء قبل ما نبدأ في موضوع الخرائط، خلينا نتعرف على عقولنا وما تحمله من يعني كم كبير من الأدوات والمعدات الجاهزة لخدمتنا، ونحن للأسف لا نستخدم إلا الجزء اليسير أو القليل من هذه الإمكانات. طيب، الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لم يقل خلقنا الأمريكي في أحسن تقويم، وخلقنا الياباني في أحسن تقويم، وفقط قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي كل من هو إنسان ليس عنده يعني مشكلة عضوية في عقله، فهو يعني عقله فيه قدرات وإمكانيات مهولة جدا يستطيع استخدامها. طيب، العقل هذا بيقولنا علماء الطب والأحياء، ويعني إنه وزنه 1.4 كيلوغرام. هذا 1.4 كيلوغرام بياخد 20% من طاقة جسم الإنسان، يعني نسبته لا تتجاوز 2% من الوزن، لكن بياخد 20% من طاقة الإنسان. العقل هذا أو مكون من 100 مليار خلية عصبية، 100 مليار خلية عصبية، أي أكثر من يعني النجوم في درب التبانة. طيب، هذه الخلية الواحدة 100 مليار خلية عصبية، تخيل معي، يعني لو أراد أحدنا أن يكتب رقم 100 مليار خلية عصبية وأعطناه يعني قلم وأوراق، سيظل 38 سنة وهو يكتب في هذا الرقم، يا إلهي. طيب، هذه 100 مليار خلية عصبية، الخلية الواحدة منهم تستطيع أن تحفظ وتستقبل وتخزن 65,000 معلومة جديدة في الثانية. إذن 65,000 معلومة جديدة في الثانية بتستطيع هذه الخلية العصبية يعني تخزن، وأيضا تستطيع أنها الخلية العصبية الواحدة اللي العقل بيتكون من 100 مليار منها تستطيع أن تعالج 2 مليون معلومة جديدة في الثانية. يا إلهي، هذه الإمكانيات كما قلت في عقولنا كلنا، الغني والفقير والناجح والفاشل والأبيض والأسمر والعربي والأجنبي، كلنا الله عز وجل خلقنا في هذه الإمكانيات. طيب، ليش عندنا مشكلة؟ إنه في ناس بتقول لك أنا مخي مش قادر يستوعب، أنا مخي قفل، أنا الآن يعني عندي الزهايمر المبكر، أنا بنسى كثير، أنا كذا. خلونا نيجي نتعرف أكثر ليش إنه إحنا بننسى، ليش إحنا ما بنستغلش عقولنا بشكل جيد في النقطة التالية. الآن العلماء بيقولوا أو إنه الإنسان ما عنده عقل واحد، تخيل معي، عنده عقلين، العقل منقسم إلى قسمين أو عقلين، شق عقل أيمن وعقل أيسر. في ناس بتقول لك شق أيسر وشق أيمن. طيب، الشق الأيسر بيعالج الكلمات والقوائم والحسابات والمنطق، يعني لما بتفكر وبتحسب رياضيات أو حسابات أو فلوس أو ما إلى ذلك، أنت مخك الأيسر بيشتغل. طيب، الشق الأيمن، هذا الشق الأيمن بيعالج الألوان والصور والموسيقى والإبداع والمشاعر. طيب، الآن احنا عندنا عقلين، مش عقل
وكمان عندنا مشكلة إنه إحنا بننسى وإنه إحنا كذا، يعني زي ما بيقولوا إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. كل هذا وعندنا مشكلة في الاستخدام. شوفوا معي العقل الآن بهذه المكونات، تمام، مثل الكمبيوتر الحديث. الآن أنت عندك كمبيوتر متقدم جدا، يعني نحكي من شركة أبل أو ديل أو اتش بي بأعلى المواصفات الموجودة اليوم، كور اي 7 او كور اي 3 او ما الى ذلك، ورامات عاليه وذاكره عاليه، كمبيوتر ضخم جدا جدا. واشتريته انت ووضعته في البيت ورحت نزلت عليه ويندوز قديم، يعني ويندوز 95، او اللي بتذكر معي زمان كان في حاجه اسمها ويندوز 3.11 او كذا. اكيد في هذه الحاله الكمبيوتر مش راح يشتغل بشكل جيد، مع انه مواصفاته عاليه. احنا مواصفاته عاليه لكن ما بيشتغل بشكل جيد. ليش؟ لانه انت ما حطيت سوفت وير، ما حطيت برنامج تشغيل يتلائم مع امكانيات هذا الجهاز. وهي اللي بصير معنا اخوانا بالضبط في موضوع الدماغ. احنا دماغنا عنده امكانيات عاليه جدا، عاليه جدا، مخيفه. الله عز وجل خلقنا يعني في بشكل كما قال في احسن تقويم، افضل شيء، اعلى مواصفات، تمام. لكن احنا ما بنستخدم برنامج تشغيل يعني متطور ويتلائم مع هذه الامكانيات، مشان هيك احنا بننسى، مشان هيك بنقول في زهايمر مبكر. الان جاء يعني العلماء لما بدوا يفكروا وبدوا يدرسوا اكثر بالدماغ في القرن العشرين وكذا، كان طبعا هذه كلها جت بعد يعني العالم روجر سبيري اللي اكتشف الشق الايمن والايسر بعد دراسات طويله. هو عالم امريكي في 1960 اخذ جائزه على هذا الاكتشاف. اكتشف انه العقل بيستخدم يعني منقسم لشقين، شق ايسر وشق ايمن. وايضا هذا العالم جاء علماء بعده منهم توني بوزان اللي هو صاحب الخرائط الذهنيه وراح نحكي عنه بالتفصيل الان. قال لك انه العقل بيشتغل بقوه الشقين معا، بمعنى انه ما بينفعش يشتغل نص شق ايمن بدون شق ايسر. بنفعش نشغل المنطق والحسابات ونسيب الالوان والصور والابداع وكذا. يعني خلينا نضرب مثال انه لو احنا مثلا قلنا انا في محاضرة مثلا، والصف عندي او المحاضر عندي، القاعة عندي عفوا، مقسومة لقسمين، وانا ركزت حديثي لجهة واحدة وتركت الجهة الثانية، ما حكيت معهم طول المحاضرة، شو راح يصير في الشق في الجهة اللي يعني اللي ما ركزت عليها؟ راح تشعر بالسآمة والاكتئاب وكذا، وراح ايضا تحاول التشويش علي وعلى يعني، او حتى يعني انت متجاهلنا. ليش متجاهلنا؟ طيب انت بتطلع علينا وكذا، وبالتالي حتقوم تخرب، ترمي طباشير على الجهه الثانيه، او تعمل حركات وتعمل اصوات لحتى يعني تاخذ انتباه كذا. وكذلك الشق الايمن والايسر، اذا انت شغلت الشق الايسر، الشق الايمن مش راح يضل قاعد، حيصير يشوش عليك، حيصير يرمي طباشور على الشق الايسر، حيصير يعلي صوته، او يصير يخليك وانت بتدرس تسرح، وانت بتشتغل تفكر في انشوده او في اغنيه او في يعني موقف او ما الى ذلك، تمام، لانك انت مش مشغله. سبحان الله العظيم، يعني احنا لما بنحكي عن الشق الايمن والايسر فاحنا بنقول انه الشق الايمن بيحب الصور، وكما بيقولوا في عالم الصحافة انه الصورة عن 1000 كلمة. شوف انا ان احنا يعني اقول لك الشق الايمن اللي احنا للأسف ما بنستخدمه، اللي هو بيتعلق في الصور والابداع والمشاعر، تمام. زي ما بيقولوا الصحافة الصورة عن 1000 كلمة. انت بتشوف رسمة كاريكاتيرية في اخر يعني المجلة بتطلع فيها، فبتحمل معاني كثيرة، وهي عبارة عن رسومات يعني بسيطة جدا. ايضا انت لما مثلا، خليني اضرب لك مثال على قوة الصورة، انه انا وياك بنطلع بمصعد كهربائي اسانسير، بنطلع من الطابق الاول للطابق العشرين مثلا، كم انت بتشوفني في او كم ناخذ وقت لنطلع بالاسانسير؟ بناخذ مثلا دقيقة، دقيقتين، ايا كان، 3 دقائق، اوكي ماشي. الان احنا انا باجي بعد شهر، شهرين، 5 شهور، باجي بحاضر فيك، بروح انا مدرب على دوره وانت جالس فيها، اول ما بتشوفني بتقول ايه هذا الراجل، انا شفته قبل هيك، الوجه هذا مش غريب علي،
يا إلهي، أنت ما شفتني أقل من 3 دقائق، لأنه أنت وإحنا بالأسانسير أكيد ما كنت الوقت بتطلع فيا. أنت على طول مثلا عملت تيك سكان لوجهي مسح سريع ورجعت تلعب بجوالك أو ترتب أمورك وتفكر في موضوعك، أكيد ما كنت مش طول الوقت بتطلع بوجهي. لكن سبحان الله انحفظت. طب طلابنا بيقعدوا 4 شهور و5 شهور بيدرسوا للمادة، بيروحوا للامتحان ناسين 3 أرباع العلم. ليش؟ لأنه كان بيدخل معلوماته بطريقة خاطئة، يعني زي اللي بيخزن كان بي زي اللي بيخزن الطعام في عقله، أو بيخزن الطعام عفوا عفوا مش في عقله، زي اللي بيخزن الطعام بالثلاجة والثلاجة مفصولة من الكهرباء، بالتالي راح يخرب الطعم قولا واحدا يعني. فالعقل بيحب الصور وبتذكرها بسهولة وبيستدعيها بسهولة. أنا لما أقول لك والله أنا اشتريت سيارة بيجو وموديل كذا وكذا، أول شيء بيتبادر لذهنك شكل السيارة على طول. أنت بتروح بتقول لي مثل سيارة فلان، ما بيجي كلمة بيجو مكتوبة في ذهنك، لا، بتيجي شكل السيارة، وبدليل أنك بتنط بتقول مباشرة مثل سيارة فلان. إذا العقل بيستدعي الصور، بيستدعي يعني الرموز والصور بشكل أسرع. تمام. حتى وإحنا صغار سبحان الله العظيم كانوا بيعلمونا، يعني بيدرسونا، بيشغلوا الشقين الأيمن والأيسر، بيقول لك اي أبل تفاحة، بي باج شنطة، سي كات قطة، ربط لنا الحرف بالصورة. يعني واحد هو ربي، 2 ماما وبابا، 3 هم أصحابي، بالغناء. حتى في الآن بتلاقي نونية ابن القيم في وصف الجنة، وعلم التجويد أيضا بيحفظوه بالقصائد. أيضا الفراعنة قديما كانوا بيعبروا عن يعني حضارتهم بالرموز والصور، وبالتالي أنت الآن يعني زي ما يقولوا الصورة أصل قبل أن تكون يعني الكتاب. لكن سبحان الله لما كبرنا بدل من أن تتطور وسائل التعليم للأسف رجعت، الآن صرت تكتب بلون واحد ولازم تكتب على السطر ومش لازم تستخدم أكثر من لون في الكتابة. طيب الآن عندنا خلينا نتطلع بالصورة التي أمامنا، زي ما أنتم شايفين مكتب غير مرتب. طيب الآن هذا المكتب غير مرتب، لو طلبنا من السكرتيرة انها تجيب فاتورة الكهرباء، طبعا اكيد راح نتفق كلنا انها راح تاخد وقت، مش هتجيبها بسهولة، مع انه احنا مدركين انه يعني الفاتورة مخزنة موجودة بالمكتب، بس هتستدعيها، هتجيب الفاتورة. وهنا السحر، وهنا الحلاوة، وهنا الجمال، وهنا المتعة، وهنا التشويق في الخريطة الذهنية، انك انت بتدخل المعلومات مرتبة وبتستدعيها، انك تستدعيها بسهوله. اذا ما بيكون المعلومات انت بترتبها مثل يعني مكتب اللي امامك. يعني احنا في تخزين مخزنه الفاتوره، لكن هات رجعها. انت الان لما بدك تستدعي المعلومات هنا المشكله، الطالب هو حافظ الماده وحافظ كل شيء، لكن هات تستدعي المعلومات وايضا ما حفظه في وقت الامتحان. إذا هنا بنقول الخريطة الذهنية عبارة عن سوفت وير للدماغ، يعني برنامج تشغيل للدماغ. يعني لم يعني يوجد لحد الآن برنامج تشغيل أفضل من الخريطة الذهنية للدماغ. طريقة سهلة جدا، بسيطة جدا، من خلالها أنت بتخزن المعلومات في دماغك. و مش هنا بس المشكلة، مش في التخزين، قلنا إنه عقله الإمكانيات عالية في استرجاع هذه المعلومات يعني بسهولة. طيب الآن الخريطة الذهنية، هذا الراجل الطيب وطبعا طيب خلقا، و يعني هو من الأحياء الآن، الراجل توني بوزان، هو عايش لحد الآن بريطانيا الجنسية، عمره 70 71 أو 72 سنة. يعتبر اختراعه من أفضل 500 اختراع، أو هو الخريطة الذهنية منذ آدم عليه السلام حتى يومنا هذا. هو صاحب هذا العلم، صاحب الخريطة الذهنية. شو بيقول توني بوزان عن الخريطة الذهنية؟ بيقول أداة بسيطة لإدخال المعلومات واسترجاعها بسهولة.
أيضا أداة أيضا لإدخال المعلومات وأيضا تنظيم الأفكار، وأيضا هي أداة لتنظيم الأفكار بسيطة جدا، بتشبه إلى حد كبير الخلية العصبية. يعني توني بوزان حب يدخل المعلومات إلى الدماغ بنفس الشكل اللي هي يعني مكونة منه الخلية العصبية، وكأنه بيرتب المعلومات في الدماغ مثل لعبة البازلز، بيرتب يعني المكونات جنب بعضها، لعبة تركيب الصور. احنا لو احنا بأطفال وحتى واحنا كبار بنلعب لعبة تركيب الصور، بنجيب بيكون عندنا صورة وبنجمع المربعات بجوار بعضها حتى تعطينا شكل كامل جميل، تمام. فهو منها حب يدخل المعلومات بنفس شكل الخريطة الخلية العصبية، فكل الخرائط الذهنية بتبدأ من مركز وبتتفرع إلى تشعبات، طبعا تشعبات متعرجة مش مستقيمة زي ما أنتم شايفين في الخلية العصبية أمامكم. توني بوزان هو جلس 25 سنة يدرس الذاكرة ويدرس المفكرين ويدرس كيف بيفكروا الناس اللي أبدعت، كيف كانت بتستخدم عقلها، كيف بتفكر. وجد إنه بيكاسو كان بيعبر، تعرفوا بيكاسو اللي رسم راحت لا هو مش بيكاسو اللي رسم، دافنشي، دافنشي نعم، ليناردو دافنشي، لحظة خليكم معاي، اللي رسم الموناليزا. مش بيكاسو، لا على حد علمي مش، نعم اعتذر عن هذا الخلل، انا كنت متشكك من المعلومة. هو ليوناردو دافنشي اللي كان من اللي استخدموا الخرائط او شيء بيشبه الخرائط الذهنية في التعبير عن افكارهم. كان هذا ليوناردو دافنشي حاد البصر لدرجة انه كان يعني بيرسم حركة الحركة الميكانيكية أو الديناميكية للحيوانات وهي بالجو، وكان سابق سنه. يعني وجدوا له رسومات حاجة كده بتشبه الدبابة، كان بيفكر إنه يرسم حويصلة فيها ناس أو جنود بتتقدم وبترجع وبتدافع. ليوناردو دافنشي وجد توني بوزان إنه بيعبر عن أفكاره الرائعة بالرسم. أيضا جاليليو اللي اكتشف كروية الأرض كان بيعبر عن أفكاره بالرسم. أينشتاين وصاحب النظرية النسبية، النظرية النسبية بدأت بالخيال، هو تخيل نفسه فوق يعني أشعاع من الشمس وبيمشي هيك بيسبح في الفضاء وكذا، وهذا اللي دفعه طبعا بعد دراسات كثيرة إنه يطلع لنا بالنظرية النسبية. أيضا دكتور طارق السويدان بيقول إنه أنا كل ألبوماتي وكل أشرطتي وكل كتبي أنا بعملها خريطة ذهنية. أيضا داروين بتاع الوراثة كان بيستخدم هذه الرسومات. إذا توني بوزان درس كل الناس هدول، طبعا طارق السويدان جاء بعده يعني أخذ العلم، ولكن نحن أستاذ الدكتور طارق هو فعلا من هؤلاء العظماء. ف يعني 25 سنة، أنت لما بتاخذ الآن الخريطة الذهنية بتاخذ حصيلة 25 سنة من التجارب ومن العلم، وما زال الراجل بيشتغل لحد الآن. يعني هي 25 سنة حتى خرج كتاب خريطة العقل اللي كتب أو أصدر في 1995، لكن كان قبله طبعا كان توني بوزان أخرج كتب كثيرة، وما زال لحد الآن يطور في هذا العلم. يقول توني بوزان عن الخرائط الذهنية بأنها مثل السكينة السويسرية اللي عندكم بالشكل، هي طبعا هذه السكينة أول ما نستخدمها الجيش السويسري، تمام. تستخدم في أشياء كثيرة، أنت ممكن تستخدم الخرائط الذهنية في حياتك اليومية، في ترتيب جدولك، في المذاكرة، تلخيص الكتب والمجلات، في التخطيط، في التنظيم، في إدارة الاجتماعات، في العصف الذهني، أشياء لا حصر لها، استخدامات يعني عديدة جدا. وخطوات رسم هذه الخريطة سهلة جدا جدا، زي ما انتم شايفين الآن أمامنا خريطة ذهنية. الآن خلينا نطلع الآن سريعا على الخريطة الذهنية. زي ما انتم شايفين بدأت في مركز، تمام، وفيها تفرعات، هذه التفرعات مموجة بتحاكي شكل الخريطة الخلية العصبية. زي ما انتم شايفين مركز وتفرعات، فيها ألوان تحاكي الشق الأيسر، فيها كلمات تحاكي، عفوا، فيها ألوان تحاكي الشق الأيمن، فيها ألوان
تحاكي عفوا الشق الأيمن، وفيها كلمات تحاكي الشق الأيسر. إذا العقل الأيمن حطينا له اللي حاجة اللي بيحبها اللي هي الألوان والرموز زي ما أنتم شايفين وكذا. وأيضا الشق الأيسر حكيناه ما تركناه، حطينا له كلمات وحطينا له أرقام. حكينا شكل الخلية العصبية اللي هي التموجات والتفرعات، وطلع معانا في النهاية يعني معلومات كثيرة منظمة مرتبة يعني في مكان واحد. طيب عشان نرسم الخريطة الذهنية بشكل جميل ورائع زي ما علمنا طوني بوزان، عندنا يعني 7 نقاط في لرسم الخريطة. أول حاجة بنبدأ من منتصف الورقة. ابدأ من منتصف الورقة، طبعا زي ما انتم شايفين ترسم الشكل المركزي في المنتصف. خلي دايما الورقة أفقية مش عمودية. ليش أفقية مش عمودية؟ مشان العقل يتفرع ويتشعب في جميع النواحي. بيحب العقل الحرية، بيحب البحبحة، خليه يعبر عن نفسه وينطلق. تمام. أيضا قبل ما تبدأ، أنا الآن ببدأ برسم مثلا دائرة، برسم كذا، بكتب الموضوع اللي بدي إياه. مثلا أنا بدي أعمل الخطة الأسبوع القادم، بكتب خطة الأسبوع القادم، بكتب التاريخ مثلا من كذا لكذا. بعدين بعمل شكلا مركزيا، بحط دائرة مثلا فيها واحد بيضحك، مثلا إذا كان والله الأسبوع الجاي في حاجة مطر كذا، بروح بدي حاجة فيها من المطر، صيف بحط شمس وكذا، بحر وما إلى ذلك. حاجة جميلة تعبر عن الموضوع اللي أنا بدي أعمل أخطط مشانه، أو بدي أعمل خريطة ذهنية مشانه. ليش؟ لأنه إحنا هنا وكأننا بنرسل تطمينات للشق الأيمن والأيسر. خدوا بالكم، أنا ما حراعي، أنا حديكم اللي أنتم بتحبوه. الشق الأيسر كتبت له الموضوع تمام كتابة، والشق الأيمن أنا أعطيتك صورة، فما تزعلش، ما تخربش علي. بدي إياك توقف معايا وتساعدني، وزي ما قلنا الصورة عن 1000 كلمة كما بيقولون. إذا نحن بدينا الآن يعني بصلح وبسلام مع الشقي الأيمن والأيسر للدماغ. إذا بدينا منتصف الورقة، بعدين أعطيناها شكل المركزية، بعدين بستخدم الألوان، يعني بتكون علبة الألوان بجانبي عشان أخاطب الشق الأيمن. الشق الأيمن اللي بتاع اللي بيستدعي الصور بسهولة، وبيحب الألوان، وبيحب المشاعر، وبتاع الإبداع. إذا بحط لون، وهنا خد بالك إنك بتلون الفرع كله بلون واحد، زي ما أنت شايف الفرع كله بلون واحد، ما تدخل ألوان كثيرة للدماغ تروح لأنت مخربطه. أيضا صل الفروع بالأصل. زي ما أنتم شايفين في تواصل، في تواصل في المعلومات، مش في قطع. سبحان الله، وكأنه مركز الخريطة سيرفر كمبيوتر مركزي، ومشبوك بكمبيوترات ثانية، وكأنها شبكة يعني اتصالات، أو شبكة حاسوبية متوصلة فيه. إذا صل الفروع بالأصل، ما تحط تقطيع. طلع معاي كيف الفروع كلها مشبوكة في بعضها. تمام. فروع متعرجة وليست مستقيمة. هذه الفروع خليها متعرجة مش مستقيمة. خد بالك، العقل ما بحبش هان الحاجة العدلة، بحب الحاجة المائلة. ليش؟ لأنه تحاكي طبيعته، يعني هو تفرعاته يعني مائلة وكذا ومتموجة، وبحب تكون زيه. احنا قلنا لعبة البازلز، بدك تركب المعلومة زي ما العقل بيحب. تمام. ايضا كلمات صغيرة. العقل ما بيحب الكلام الكتير. هنا حط كلمات صغيرة. ايش الكلمات الصغيرة؟ الكلمات المفتاحية. كيف يعني كلمات مفتاحية؟ تخيل معاي انت بالامتحان، بتروح في حاجة مغلباك في الموضوع، تيجي بتقول للمدرس انت بس اعطيني طرف الكلمة، انا هذا درست المادة وذكرتها بشكل جيد، انت بس اعطيني طرف المعلومة. طيب هذا طرف المعلومة هي الكلمة المفتاحية. يعني بمعنى تخيل انت هذه الخريطة الذهنية ستختبر فيها، وبالتالي الكلمة المهمة القوية الجامعة اللي ممكن انت لو كتبتها تتذكر اشياء كثيرة بتروح تكتبها. مثلا لو قلنا على سبيل المثال، واحد بده يعمل خريطة ذهنية أسباب الحملة الفرنسية على مصر. تمام. الحملة الفرنسية جت على مصر طمعا في عشان ثروات مصر. كلمة ثروات هي الكلمة القوية والجامعة والكلمة المفتاحية. فواحد كتب خريطة الثروات. تمام. يوم الامتحان أجا حل كتب طمعا في ثروات مصر. واحد تاني لسرقة ونهب ثروات مصر. واحد ثالث
هم يعني عملوا خرائط، واحد تاني اتكتب يعني لاحتلال مصر ونهب ثرواتها والسيطرة على ثرواتها وكذا. أكيد الثلاث إجابات صحيح، كلها طلعت من وين؟ من كلمة ثروات، تمام. وكلهم دندنوا يدندنون حوالين الإجابة الصحيحة، إذن كلمات قوية شمالها وجامع. استخدم الصور بكثرة، أها بيقول لك الصورة عن 1000 كلمة. طيب أنا الآن يعني لما استخدم في رسمتي 10 صور يعني 10,000 كلمة، وقلنا خد بالك العقل بيستدعي الصور بشكل سهل وبشكل سريع، وبالتالي حط الصور مشان يستدعيهم العقل. طيب الآن وآخر ملاحظة بهذا الرسم، إنك أنت تستخدم صور غريبة ومضحكة. العقل بيحب الصورة الغريبة وبيحب الصورة المضحكة، ولأنه الصورة الغريبة بتذكرها بسهولة، والصورة المضحكة أكيد يعني بتدخل الفرح للعقل وكذا. الحزن بيدمر الذاكرة، الصور المحزنة بتدمر الذاكرة فابعد عنها. الصورة الغريبة بتذكرها العقل بسهولة. أضرب لك مثال، أنت الآن في صاحبك في الابتدائية مثلا أو قبل 10 سنوات 15 سنة طلع يحكي على الإذاعة المدرسية بسم الله الرحمن الرحيم أقبض، اللي هو واقع من فوق من فوق مثلا المنصة، أو يعني سقط عليه شيء، سارية العلم مثلا، سارية صغيرة يعني، منظر مضحك أمام الناس كلهم، وفي الناس ضحكت وكذا عليه مثلا. فأنت كل ما تشوفه لما يكبر تتذكر لما بصير عمره 70 و80 سنة، كل ما تشوفه تضحك تتذكر الواقع اللي صارت معه، لأنها حاجة غريبة، حاجة هيك مضحكة وغريبة يعني، فبتضلك متذكرة. فالعقل بحب الحاجة الغريبة والحاجة المضحكة. فأنت كتر من خريطتك، في كتر من استخدام الخرائط، في كتر عفوا من استخدام الصور عند رسم الخرائط. الخرائط الذهنية يعني أحبابنا سهلة جدا، بسيطة جدا، اللي بس بدها ممارسة، لازم تمارس حتى تتعلم هذا العلم الجميل. لو قرأت مقال واحد فقط بعد هذه المحاضرة عن الخرائط، أعتقد بأنك راح تكون أشطر مني وأروع مني. أنا سعيد جدا جدا بتواصل معكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.